اهلا بيكم متابعين قناتي قناه مصر الان. كندا علوش تكشف تفاصيل اصابتها بسرطان، تلقيت الخبر بهدوء وشعري كله وقع. كشفت الفنانه كندا علوش لاول مره تفاصيل اصابتها بالسرطان ومعاناتها في رحله العلاج على مدار العام ونصف الماضيين. وقالت كندا في حوار مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على اليوتيوب إنها بعد 9 أشهر من ولادة ابنها كريم بدأت تشعر بآلام أثناء الرضاعة، فتوقفت عن الرضاعة الطبيعية. وأضافت استمر الألم 5 أشهر بعدها ولم يتوقف، فقررت عمل فحص للثدي وحينها علمت بوجود أكثر من ورم خبيث. ولما عرفت بإصابتي بالسرطان قعدت متنحة شوية بس ما انهارتش وما عيطتش. ربنا نزل عليا من أول ثانية سكينة وطمأنينة رهيبة من وقتها، وبقالي سنة وشهر بتلقى العلاج الكيماوي، وعمر جوزي كان بيصبرني يجي معايا جلسات الكيماوي وكنت بقرأ قرآن خلاله. وقالت كندا عندي تاريخ مرضي في العيلة مع السرطان، خالي وجدتي وخالتي توفوا بيه بس ما كنتش متوقعة يجيلي، ورفضت إني أقول لحد عشان كنت عاوزة أخوض الرحلة لوحدي ومحدش يتعامل معايا كمريضة عشان ما تدخلش في مود المرض. وكشفت النجمة كندا علوش عن أصعب مراحل علاجها من مرض سرطان الثدي، وهي علميها أن والدتها مصابة بنفس المرض أثناء علاجها مما اعتبرته كسرة حقيقية. وقالت كندا أي حد عارفني عارف علاقتي بأمي، هي صاحبتي وأبي وسندي وربنا يا رب يحميها ويخليها، ومن يوم ما اتجوزت وخلفت وأنا معتمدة عليها في كل حاجة، وهي معايا من النوع اللي بيساعد من غير ما تحس بوجوده. في ناس بتساعدك وتحسسك، ماما زي النسمة وشالت معايا تقل كبير وما كنتش حاسة إن حد شايل التقل ده، حسب لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي. بس علاج ماما كان مختلف، عملت العملية على طول وبعدها بناخد الجلسات مع بعض ونحط الطاقية فيها تلج على رأسنا عشان الشعر ما يقعش، بس أنا شعري وقع بنسبة 60%، والحزن حظي شعري وقع من كل راسي فبيبان ان شعري خفيف وانا الان اضع وصلات، اما امي شعرها كله وقع وهذا شيء ضايقني جدا. وفي نهاية الفيديو لو عجبتك اخبارنا ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك اهم واخر الاخبار على مدار اليوم.